السلام عليكم. كيعجبك الفول المفور؟ غادي نوريك واحد الطريقه ديال الهشوار اللي غادي يوجد في 5 دقائق. هنايا شديت الفول، غسلته، حيدت له داك الريوس، قطعته عشوائي هكا في الهشوار، غادي نطحنو فيها. الطريقه سهله ودغيا كيتفور معنا. صافي، من بعد ما غادي نطحنو غادي نخويه في الكسكاس، تكون البرمة دايره فيها الماء. ونصيحه باش ما تكحل لكمش البرمة، حاولوا ديروا واحد نص حامضه فيها في الماء الداخل. صافي، هنا درته في الكسكاس، واحد شويه الملح وغطيت عليه. طريقه جديده وسهله، دغيا غيتفور معانا، والفول راه صحي بطبيعه الحال. صافي، هنايا من تفور معايا شديت درت شويه في المقله، غنزيد عليه شويه السودانيه، شويه الكامون، الملح، الزيت. هنايا عندي الزيت، من بعد نشاركو معاكم. دايره زيت الزيتون ودايره فيه السودانيه، اللي كيفضل الحار تقدروا ديروه، ماشي مشكل. وشويه ديال زيت الزيتون العاديه. في الملح، الكامون، السودانيه اللي كتفضلوا نتوما، هي شحريه واحد شويه على حساب 5 دقائق فوق البوطه. وهو وجد معايا، كيوجد دغيا، ما كيتعطلش كما اللي كديروا الطريقه العاديه هذه ديال الهشوار. قلت لي ما لا نجربها، ومن جربتها صدقت معايا، بغيت نديرها المره الثانيه، قلت نشاركها مع المتابعين دياولي. وهذا هو الشكل ديالو، صدقوني كيجي رائع. ومع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. قلت لي ما لا نشارك معكم هذه الفكرة،